17 ديسمبر 2022. مباشرة إلى معتمدية بوحجلة مع زميلة نجلة خليفة هاني وزميل عبد المجيد فرحات. نجلة مرحبا بك من جديد. مرحبا بك سي، مرحبا بالناس اللي الكل يسمعوا فينا على موجات إذاعة الحياة فيم. دونك ساعتين تقريبا يفصلونا على نهاية العملية الانتخابية. نعرفوا لمراكز الاقتراع باش تسكر 6 متاع العشية. احنا في إطار المواكبة الحصرية والاستثنائية لسير العملية الانتخابية متواجدين في معتمدية بوحجلة، تحديدا في المدرسة الابتدائية المعرفة. كنا حكينا مع مساعد رئيس مركز الاقتراع في عماد العويساوي، أعطانا بعض الأرقام. قال إنه راهو 187 ناخب إلى حدود الساعة الرابعة تقريبا توافدوا على مكاتب الاقتراع من مجموع 1508 ناخب مسجلين بسجل الانتخابي. حاولنا زيدا نحكيه على الخروقات، على المخالفات الانتخابية. معانا ملاحظ محلي عن منظمة عتيد سوسن الحمزاوي. مرحبا بك سوسن. وبيك يا عيش. كان تحكينا وانت قلت لي اللي ملاحظ محلي متنقل، دونك شفت متجول، شفت برشا مراكز اقتراع في معتمدية بوحجلة. لو كان نعرفوا ابرز الخروقات الانتخابية والمخالفات الانتخابية اللي سجلت حاليا اللي سجلتهم من المكاتب مراكز الاقتراع اللي زرتهم في بوحجلة سواء في المدينة او في الريف، كانت كلها سوء تصرف في تسجيل الناخبين في اماكن غير الاماكن اللي هما يسكنوا فيها. معناها مثلا مش عطيك مثال، يسكن في بوحجله نورمالمون تابع، مثلا نعطيك تابع عماد التلميسات والا تابع عماد الشريفيه، يلقى روحه في المنشيه، فما شكون في المنصوره، فما شكون في ما عرفش انا هذه بعض الاشكاليات. معناها الاشكاليات والا ثم اللي ملاحظه في مدرسه اولاد مبارك، اللي جاء الرئيس المكتب هو اللي اعطاني المعلومه، معناها من مصدر وثيق نورمالمون. عندهم 815 حالة مسجلين في القائمة الانتخابية، منهم تقريبا حوالي 400 واحد متوفي من الكورونا من عام ناول. معناها هم موجودين في السجل الانتخابي يعني. أي نعم، ناس متوفية معناها ميتة وموجودين في السجل الانتخابي ما باش يجيو ينتخبوا، والصندوق مشارك هكيك باش طايح في نسبة الناخبين. فهمت؟ هذا ما أكدوا رئيس نتاع مكتب الاقتراع، رئيس المكتب الاقتراع في مدرسة ولاد مبارك في عمادة الميسات الأستاذ مبروك هاويني. 400 رقم نجلة، 400 شخص اسمعني، حسب التقريب هكيك، مش معناها فيكس، معناها لا يقارب ما يعادل هكيك 400، معناها برشا نسبة كبيرة برشا من ناس متوفية. هو المركز قداش فيه سامحني من 815 مسجل في القائمة تقريبا، معناها بريسك النص اللي معناها مش ناس متوفية مش حية، موجودة موجودة في السجل الانتخابي. إلى ذلك أنهم ماهوش يبدأ ناس شيء باش تنتخب، يبدا هو من تابع المدرسه هذيك تابع الجهه هذيك، ويلقى روحه في المنصوره في المنشيه والا يلقى روحه في عماده اخرى بعيده على البصر. تم اعلام هيئه الانتخابات باش تم التصرف. اتصل سيسي ملاحظه ومراقبه محليه عتيد قروان، تم الاتصال بالجمعيه التونسيه من اجل نزاهه ديمقراطيه الانتخابات عتيد، وبلغنا الحكايه معناها للجمعيه والجمعيه باش تاخذ الاجراءات. خلينا نحكي توا على النسق نتاع الاقبال على مراكز الاقتراع، كيفاش تقيم مقارنة بساعات الصباح الأولى؟ شو مقارنة بالصباح راهو صفا، فما تحرك شوي، مي راهو نسبة قليلة جدا جدا. الشباب باش ما نقولوش منعدمة جدا، ما فماش منعدم، معناها فماش اقبال من الشباب جملة كعبتين في الالف تلقاش واحد توا قاعدين، ما فماش اقبال. الحقيقه احنا قاعدين نعاين من الشباب تماما بتاتا، ما فماش اقبال، والاكثريه رجال، الرجال اكثر من نساء وكلهم رجال كبار وشويه اسيده معلمين. دونك كانت معنا ملاحظ محلي متجول، كانت جولة في مختلف تقريبا مراكز الاقتراع بمعتمدية بوحجلة سوسن الحمزاوي. شكرا لك، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. دونك سي كنت كيف ما تسمع، دونك خروقات نحكيو على 400 اسم حسب ما قلت الملاحظ المحلي عن منظمة عتيد. قالت 400 اسم موجودين في السجل الانتخابي وهم متوفين. قالت انه باش يعلموا هيئة الانتخابات، سا ديبون
كيفاش باش يكون التصرف. نحكيه على 400 اسم موجودين في السجل الانتخابي من مجموع تقريبا 815 ناخب، دونك تقريبا النصف. أي حوالي النصف، رقم كبير، رغم أنه كبير برشا. تحيين السجل الانتخابي يعني هذه مهمة تشرف عليها هيئة الانتخابات وترد بالها ديما من السجل الانتخابي. أكيد تو نحاولوا نعرفوا علاش يعني متواجدين حوالي 400 اسم متوفين الله يرحمهم وينعمهم من كورونا يعني. واضح نجلة إذن الإقبال شهد معناها فما تطور في الإقبال؟ سهام احنا تقريبا عندنا تو ربع ساعة في مركز المدرسة البدائية المعرفة، الحقيقة إقبال من نجم نقولوا منعدم تقريبا تو ربع ساعة ما فماش. احنا نقولوا ديما الشباب تو يتحرك في العشية، ماناش قاعدين نشوفوا في إقبال على مكاتب الاقتراع اللي هما زوز مكاتب اقتراع في المدرسة الابتدائية المعرفة. يحاول سي عبد المجيد يدور بينا بالكاميرا خلينا نشوفوا المدرسة والساحة. دونك انا نشوفوا مزود هما مراكز الاقتراع اللي قاعدين نشوف فيهم توا ذوكم ديجا ملاحظين عن منظمة عتيد. سينا مركز الاقتراع وزوز مكاتب فرعي. واضح زميلتنا نجلة خليفة، هاني تحية ليك وتحية لسي عبد المجيد فرحات في التغطية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 اللي ما زالت مستمرة على إذاعة الحياة FM.